أثناء الليل حضر إلى الكوخ متسولون وتجار فقراء وعدد من العمال. كان الكوخ مقرا يتجمع فيه الفقراء. أنت أيها الأمير المزيف، إنك تنظر إلينا باحتقار، ولكن ما ذنبنا إن كنا فقراء؟ أنا مثلا كنت مزارعا وكنت أملك أرضا حتى وقت قريب، لكنهم أخذوا أرضي مني فلجأت للتسول. نعم، هذا ما حدث لك. أما بالنسبة لي، لقد أخذوا أرضي كي يرعى الإقطائي أغنامه عليها. أليس هذا ظلما؟ نعم بالفعل، إنه لظلم فاحش حقا. فهمت ما تقصدون، سوف أعيد إليكم أرضكم في الحال، فأنا لم أكن أعلم بذلك من قبل. أنا آسف حقا من أجلكم. شكرا جزيلا، كنت أفضل أن أسمع هذا من الحاكم. لا، أنا لا أكذب أبدا، أعدكم أنني سأنفذ الأمر، ألا تفهمون؟ إن قولك هذا لا يعني شيئا، الحاكم لا يقول شيئا كهذا مطلقا. شعر إدوارد لأول مرة بأن ثمن حياته الآمنة كان دموع وآلام عدد كبير من الناس. ولكن يا سيد الأمير، هل أنت واثق من أن هذا يكفي؟ كثير جدا. إن وجبة مثل هذه لا تتناسب مع من سيصبح ملكا. يجب أن لا نعيش في بذخ كهذا. هل تعرف كم من الفقراء يحسون بالجوع الآن في حين نحن نمتلك كل هذا الطعام؟ لا تنسى أبدا أننا نعيش من كد الناس وتعبهم. سيد الأمير، في الحقيقة كنت قد بدأت أقلق لما سمعته من أنك لست الأمير، ولكن بعد سماعي لحديثك هذا أشعر بالخجل وأدرك كم كنت غبيا. لقد أصبح مولاي حاكما عادلا، إنني لسعيد بهذا، سعيد جدا. نعم. في اليوم التالي بدأ الأمير إدوارد التسول، وكان في الوقت ذاته يبحث عن وسيلة للهرب. أحسنوا للفقراء واعطفوا على المساكين. هيا يا لك من متسول فاشل، هيا نادي. توقف توقف توقف. لكنك ستقضي على نفسك هكذا. إنه صبي عنيد لا ينصت لأحد، لكنه حين علم بأنني مصاب خرج يبحث عني في الحال. يجب أن أعثر عليه، يجب أن أعثر عليه. أين هو يا ترى؟ أين؟ هل رأيت الصبي؟ ها؟ أنت؟ هذا هو الرجل الذي أخذ الصبي؟ نعم هذا هو، أنا متأكدة. ماذا؟ لا يا ويلي. أيها الأحمق، ماذا فعلت بالصبي؟ أجبني. لا أدري، لقد هرب يا سيدي. إلى أين هرب؟ لا أدري، ستخنقني. إدوارد، أين أنت؟